السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم أحمد دميدي من قناة ماي بي لابس، واليوم حنحكي عن الفيديو الترويجي أو الإعلان الترويجي اللي أعلنت عنه شركة يوبي سوفت للعبتها الجديدة أساسنز كريد فالهالا. يا فرحتي. إذا حابين تكملوا معنا في هذا الفيديو وتسمعوا رأيي الشخصي فيما يخص اللعبة والمقطع قبل نزولها، خلوكم معنا وخلونا نبلش في حلقتنا. يلا. طبعا انا متاكد وكل ثقه ان الموضوع ما حيعجب محبين اساسنز كريد على الاطلاق، بس اللي في قلبي بدي اطلعه. تتفق تختلف، هذا اشي بيرجع لك في النهايه. اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه، وانا لن اطبل لهي الاساسن جاد اوف وور حتى بعد الجيم بلاي. وانا الصراحه ساحب على هاي السلسله من ايام اساسنز كريد 3. الا فيما يخص لعبه الفالهالا، بتدور احداث اللعبه في عهد الفايكنج، وحتدخل في احداث ملحمه ايفور، وهو احد الفايكنج الشرسين اللي نشا وترعرع وهو يستمع لاحداث المعارك والامجاد القديمه. اللعبه تعد بتقديم تجربه للفايكنج اكثر واقعيه. طبعا هذا كلام شركه يوبي سوفت فرع مونتريال. حتدخل في عالم مفتوح ديناميكي جميل جدا على خلفيه وحشيه العصور المظلمه في انجلترا. وبحسب يوبي سوفت انت حتجسد شخصيه ايفور باختيار البطل، اما يكون رجل او امرأة. يا سلام. وحتكون قراراتك إلها نتائج عليك في حالة قررت الحل السياسي أو القتال أو التحالفات. فأنت كلاعب لازم تختار بحكم حماية الموطن والعشيري. اللعبة تندرج أحداثها في القرن 19 ميلادي، وعشيرة الإيفور عبارة عن النورديين، وحتقودهم عبر بحر الشمال الجليدي وصولا إلى أراضي مملكة إنجلترا المقسمة بسبب الحروب اللي ما بتنتهي والموارد الضئيلة في النرويج. بعد ما تستقر حتكون من ضمن مهماتك الأساسية إنك تحمي موطنك فالهالا وتخليها تحت السيطرة، تحافظ عليها من الأعداء، من بينهم الملك ألفريد ملك ويسكس اللي بيتهمهم بالهمجية وإنهم مثل الوباء على إنجلترا المتمدنة. هلا كل هذا الحكي يا يوبي سوفت ما أقنعني على الإطلاق لأسباب كثير. أولا وقبل كل شيء، عمليا فعليا سلسلة أساسن كريد انتهت في الجزء الثالث. نزاع جماعة الأساسن مع فرسان المعبد المستمر واللي كان من أسباب وثمرة عدن والمحاولة للسيطرة على العالم انتهت. ثانيا إحنا بنرجع وبنقول هذول فايكنج، يعني برابرة، يعني همجيين، يعني قتل بلا رحمه، يعني على قولة محمد هنيدي لا فيني سلاحي وعدة جثث يابا. حطوا لي هذول اساسن، يعني من التاير لايتزي والديتوري لغيرهم، اتشبوا لي هذول جميعهم براغناروك في فايكنج. يعني انا مش متخيل فايكنج يقعد يتخبى بين المباني ويتنطط بين السطوح ويستعمل هايدن بلاي بهيك جثثي حلي خلينا نسميها. المفروض هذا احطه في ساحه مفتوحه واعطيه سلاح ويمشي على مبدا اني ارى رؤوسا قد اينعت وقد حان قطافها. مش تقولوا لي اساسن، يعني حتى لو بنجيها فيما يخص الاسماء وبما يخص شكل الاسماء، اساسنز مش مثل سافجز، وهو سافجز المصطلح اللي بيطلق على الفايكنج همجي. انا هاي طلعت لكم كمان اسم سافجز كريد، عقيده الهمج. للاسف يوبي سوفت ما عندها الجراه انها تنزل عناوين جديده ومستمره في سياسه حلب هالبقره. انت عزيزي المشاهد انت بتشتري اسم فقط. احنا صحيح ما شفنا الجيم بلاي وهو بالمناسبه حيجي كمان ايام، وهذا صحيح مجرد تريلر، بس ما تتوقع يقدموا لك شيء جديد. خارطه كبيره جدا بمهمات ممله ومتشابهه، وانا شايفها الى حد ما لعبه اوديسي بس باسم جديد وحقبه جديده. كمان حتى مبدأ اختيار البطل من رجل لامرأة هذا دليل انهم قتلوا السلسلة فعلا. كون كل سلاسل اساسنز كريد كانت مرتبطة باسماء ابطالها او ببطل واحد، وبالاخص من اساسنز كريد الاولى لريفولوشن، كانت فعلا حبكي صح. انا المزعجني في كل الموضوع سياسة الحلب باسم لعبة منتهي. يعني لو عنوان جديد ما علقت، بالعكس الجرافيك واضح انه حيكون رائع، بس هي واقفة فقط على قصة الجرافيك وتدخلوا فايكنج كاساسن. يعني حتى وانا بتفرج على العرض توقعت بعد ما الفارس مسك ايفور يجي الاساسن الفعلي بالقلنسوة اللي كنا بنعرفها ويقفز قفزة المعروفة مع الهايدن بلايد او الفاس مثل الجزء الثالث وينقض على الفارس، بس للأسف طلع هو الاساسن. يعني انا شفته اشي بايخ الصراحة. يعني لو كانت لعبة جديدة مثلا باسم راغناروك، يعني شخصية ايفور نفسها ما فيها لمسة خاصة بتشبه وبشكل كبير بطل مسلسل فايكنج، يا سيدي سموها فينلاند ساغا. اما هي حرام تكون اساسن وقوم عاشوا على الحروب المباشرة والساحات المفتوحة، تخليهم يمشوا بمبدأ الاساسن من تسلق الجدران للقتل الصامت ان كان في حتى قتل صامت. يعني تخيل اشوف مارد بتخبى وبتغبس بين البيوت وبتنطط بين الاسطح. وانا مثل ما حكيت من قبل هذا رايي الشخصي في هذا الموضوع. انا ان كان بيعجبك او ما بيعجبك الك مطلق الحريه، ممكن يا سيدي انك تشتريها وتلعب فيها مثل ما بتحب. في النهايه ما حدا بيجبرك انك ما تشتريها او انك تشتريها، بالعكس
وفي حالتي اذا كانت هذه اللعبه جد تعطيني شعور الفايكنج كفايكنج مش فايكنج بلبس الاساسن، اشوف بني ادم مارد عملاق بتنطط لبين الاسطح وبتغبس، فانا الصراحه انا غاسل ايدي من هاي اللعبه مثل ما غسلت ايدي من قبلها من باقي العاب ثانيه. وهذا كان كل شيء لليوم، اذا عجبكم الفيديو ريت لو تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ومثل ما حكينا في الفيديو السابق تدعمونا في قناتنا الثانيه اللي هي لولو سمارت كيدز. هاي القناه موجهه للامهات اللي بتعاني من مشاكل مع الاطفال بحاله كيف بدها تسليهم بامور او بادوات غير مكلفه موجوده في المنزل، وهي النشاطات التفاعليه للاطفال من سن 3 الى 5 سنوات بسبب سياسه الحجر المنزلي اللي فرضت على العالم بسبب وضع كورونا. هذا كان كل شيء لليوم، اذا عجبكم الفيديو كمان مره يا ريت لو تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، تدعمونا في قناتنا الثانيه، وتنسوش تفعلوا زر الجرس وتنتظروا حلقاتنا القادمه وتتفرجوا على حلقاتنا القديمه. وشكرا لكم كمان مره، ويعطيكم الف الف عافيه.